متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. استمر الطقس مستقرا في أغلب مناطق المملكة بسبب طبعا الأحوال الجوية المسيطرة، الأجواء مستقرة، ظهور بعض السحب والغيوم فوق أغلب المرتفعات الجبلية فوق عفوا أجزاء محدودة من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وكما تلاحظون الطقس مستقر في مختلف مناطق المملكة. خلال الأيام القادمة من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يحدث ارتفاع ملموس وكبير على درجات الحرارة في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة، تقترب من 50 درجة مئوية لأول مرة هذا العام في منطقة الإحساء بمشيئة الله تعالى. كما من المتوقع خلال نهاية هذا الأسبوع أن تصل بعض توابع الحالة المدارية تأثرت على منطقة عمان أو سلطة عمان على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، مسببة عودة لهطول الزخات الرعدية من الأمطار من جديد. بالنسبة للأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة الرياض أجواء دافئة، درجة حرارة 29 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 18%، والأجواء بوجه عام جافة. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة غدا في مناطق ومحافظات المملكة، نبدأها شمالا من سكاكة 39 إلى 26، 38 إلى 24 في عرعر، 36 إلى 23 في تبوك، والأجواء بوجه عام مغبرة بعض الشيء على فترات. 43 إلى 30 في مدينة المنورة مع أجواء حارة، 42 إلى 30 في مكة المكرمة، 35 إلى 25 في الطائف واستمرار الأجواء المستقرة. في جدة من 38 إلى 25، ولكن يتوقع نشاط كبير على سرعة الرياح في جدة يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. مرتفعات جنوب غرب المملكة 31 إلى 20 مع استمرار الأجواء المستقرة، 32 إلى 25 في الباحة، و34 إلى 31 في جازان. أما في الإحساء فتقترب من 50 مئوي، 49 إلى 31 غدا في الإحساء، دمام من 47 إلى 28 مع أجواء شديدة الحرارة، وحفر باطن من 46 إلى 32 أيضا أجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق. في الرياض أيضا أجواء حارة بوجه عام، 44 إلى 29، 42 إلى 28 في القصيم، و36 إلى 24 في حائل. الأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة، 44 إلى 29 في الثلاثاء، و45 يومي الأربعاء والخميس، و30 درجة مئوية في ساعات الليل، أجواء شديدة الحرارة في الرياض، وفصل الصيف بدأ فعليا في هذه المناطق. إذا هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.